لا يمكن أن نفتح باب الشبهات للناس. نعم. لا سواتي يمان مساسا بجيثا بر لنكفتاي قبع. ما هي أفضل طريقة لدعوة غير المسلمين؟ كمسلمات وجهة لتنسلمنا لكبالو ما تقاو من قادون جهة. من يعرف؟ من نميت. سبحان الله، أنتم هنا يوجد غير مسلمين، كيف أفضل، ما هي أفضل طريقة لدعوة هؤلاء؟ نعم أوقف. نعم أعرف، لكن كيف أعطيني الطريقة كيف أصنع معهم؟ أناظرهم صح؟ أفضل طريقة عندنا المناظرة، المناقشة لهم. نعم ترجم شو. الناس تريهم أكثر. أفضل طريقة المناظرة خطأ، هذه ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مكراكر يا نبي عطش من جدار. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود ونصارى لديهم كتب توراة وإنجيل، حجج، براهين، شبه. نعم. أنت تمت عليهم أهل سواتين شبه أبوزان لباتشون توراة إنجيل لباتشون علي الله ملاك تنيا. قال ناظرهم هذا تكراكرات شعوت، بين ما هم عليه من ضلالات. كان نصيح لون شجر أغرى أقلت شعوت. لا على شوف الآن، أنا لو أقولها لهذا الشيخ، أنتم أهل أثيوبيا فيكم، قالوا أنتم أهل السعودية فيكم، صحيح؟ لا، أفضل طريقة، الطريقة السلفية، الطريقة النبوية، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وغير المسلم كافر. هذه الطريقة النبوية الصحيحة، مختصرة، سهلة، واضحة. نعم. عندهارف أنت تريل تارق الله شومي قبا، عند الله هم بتشابه ما ملكنا وتريل تارق الله شومي قبا. لك قرآن لي ننتهم أهر سواج هاي ودا ننتهم إن يمنا عند فتارين النجزة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بيننا بيننا تمكاكل أكو كل متارك أننا نقياتهم لا إله إلا الله ناتنا ودسوانوا بله بلاتشو أنبي كالو مسكرو إن يا الله تهزاجنا بله ينقل درجة مدلس. إذن الطريقة الصحيحة هي التوحيد. كل يوم أدرى توحيد المساجد بتشانونجي كركر كان الناس جار مجادلات. عندنا مركزين للدعوة. هولات مركز لا دعوة. المركز الدعوة الأول فيه 50 مرأة من الفلبين، والثاني 50 مرأة. هولات بيت عنده أمساسات يالله يا فلبين زاتوش. عندنا ودمو عهنم أمساسة هذا في ثاني 50 أيضا مرة نصرانية 50 نعم يا كريستيان. في المركز الأول استعملوا معهم الدعوة للتوحيد فقط. يا مجمّع مركز لا دعوة بتشانوا يتدربوا. في المركز الثاني استعملوا معهم المناظرة. أهلا تنجوجين لا مكرك يعني هذا الروض. نعم. في المركز الأول بعد شهر أسلم 40 امرأة، يقول الداعية والعشرة في الطريق بإذن الله يسلمون. مجمّر مركز الأيام لو نجا فيلبينوش خمسة وأربعة وسلموا أسرق الرواسروتش إن شاء الله أنت بكاش ولنتلو. في المركز الثاني أول تنيا مركز يالوت أسلمت مرأة واحدة عندي تبتشانت، والداعي يقول حتى هذه المرأة تعبتني، في كل يوم تعطيني شبه وأرد شبه وأرد. ها
ከአምሳው አንዲት ናት የሰለመችው እሷም በጥርጣሬ ነው ያለችው ወዲያ ወደ ፈረቷ ገና አለቀቀች በክርክር ላይ ያለ لماذا لمن دن لأن هنا استخدموا الطريقة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الدعاة وهي الدعوة للتوحيد نبيهم وشكام ساو عربا ويسلم الله يتتكموت أترارو نبياتشين بطرط أينتنا ويتتكموت الرئي